يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: شخص لا يفاضل بين الصحابة، بل يقول إنهم كلهم عندي سواء، وأنه ليس هناك دليل على تفاضلهم، وأن هذا الأمر ليس من أمور العقيدة، فما هو التوجيه حيال هذا القول؟ هذا يترك، لا، هذا لا قيمة لكلامه، لأنه جاهل، هذا جاهل. الله فضل الرسل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فكيف بالصحابة رضي الله عنهم؟ بعضهم أفضل من بعض. لكن لا، مثل ما قلت لكم، لا يقتضي هذا تنقص المفضول، لا يقتضي هذا تنقص المفضول، فكلهم صحابة، كلهم لهم فضل الصحبة، كلهم لا يساويهم أحد ممن جاء بعدهم. أما أن بعضهم أفضل من بعض فهذا شيء واضح من الأدلة. نعم. واللي يقول أنا ما أعتقد هذا، كيف؟ هذا جاهل وخلى على ما هو عليه. نعم.